أهلا بكم. تأزم في الموقف وتبادل للتهديدات بين حلفي الانقلاب في صنعاء إثر إعلان حزب المخلوع فعالية احتفائية بمناسبة ذكرى تأسيسه. هذا التحرك قاد جماعة الحوثي إلى الإعلان عما يشبه حالة الطوارئ في العاصمة صنعاء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: حقيقة الأزمة بين طرفي الانقلاب ودلالاتها، وتأثير تصاعد هذه الأزمة على المشهد اليمني في هذه اللحظة. بحسب بعض المراقبين، فإن ما كان يفترض أن يحدث منذ فترة طويلة قد يحدث خلال الأيام القليلة القادمة مع تصاعد الأزمة بين حليفي الانقلاب. راهن البعض منذ بدء الحرب على أن الخلافات بين الحليفين قد تكون إحدى أشد فصول الأزمة اليمنية إثارة، ومع التصعيد الذي بدأته جماعة الحوثي ضد حليفها الرئيس المخلوع، يبدو أننا أمام منعطف جديد ومثير في المشهد اليمني، خصوصا وأنه يأتي في ظل تصاعد المؤشرات عن صفقة سياسية ربما تكون هي المحرك الرئيسي وراء تأزم الموقف بين الحليفين. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. على هامش احتفالي أنصار الرئيس المخلوع بذكرى تأسيس حزبهم، تبدو الأزمة اليمنية مرشحة لانعطافة أخرى. يرى البعض أن انعكاساتها لن تتوقف عند حدود التهديدات الضمنية المتبادلة بين شريكي الانقلاب. بدأت الحكاية من إعلان المؤتمر حشد أنصاره بمناسبة الذكرى 35 لتأسيسه، وهو ما عده الحوثيون خروجا على حالة الإجماع القائمة بينهما واستعراضا غير مناسب للقوة. تطور الأمر لإعلان جماعة الحوثي حشدا آخر بنفس التوقيت على مداخل العاصمة صنعاء، بعدما قالت الجماعة إنه فشل للوصول إلى حل وسط بينها وبين شريكها. وترافق الأمر مع تقارير تشير لانتشار أمني لوحدات تابعة للميليشيا في مناطق مهمة من العاصمة، مع عملية واسعة لتمزيق لافتات فعالية المؤتمر. يقول الحوثيون إن المشكلة ليست في حشد المؤتمر المزمع إقامته، بل فيما يرونه أجندة خفية يسعى صالح وحزبه لتمريرها في سياق جهود إقليمية تبذل لإنجاز صفقة سياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، يكون الرابح فيها صالح وحزبه على حساب شريكه الإنقلابي. البعض جاء يطرح معنا في الموقف رأس أصبعه، بقية رجلينا عادها هناك في الخلف، وبعض شلخ برجليه، رجل في الوطن ورجل هناك خارج الوطن، رجل محسوبة على أنها في البلد ورجل خارج البلد، وحاسب حسابه ها وين ما مشت الأمور بيمشي. تهديدات من كل جانب، وإن كانت ما تزال ضمنية. ففي خطاب لزعيم الميليشيا في اجتماع يبدو أنه أعد على عجل لما يسمى لجنة حكماء اليمن، تذكر عبد الملك الحوثي أن حليفهم لم يقدم في جبهات القتال ما يجعله مستحقا لإظهار قوته في سوق الصفقات السياسية. فيما كان الرئيس المخلوع يرد أن ليس بوسع أحد تهديده في صنعاء مقر إقامته ومركز قوته. بعيد أبعد من عين الشمس الذي الشيء يعمل فوضى في العاصمة ويقول أفعلها وأفحط ما بشفحط. وفي حين تبدو الأزمة بين حليفي الانقلاب قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، ما يزال مراقبون يرون أنها لن تصل إلى مرحلة الخلاف الجذري الذي قد يهدد تحالفهما ويشكل منعطفا قد يأخذ الأزمة اليمنية نحو نهاية قريبة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي من صنعاء. مرحبا بك أستاذ عبد الوهاب. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك أستاذ عبد الوهاب. خطابات تصعيدية تحمل في طياتها تهديد من قبل زعيمي الانقلاب الحوثي والرئيس المخلوع، ما هي الأسباب المعلنة لهذا التصعيد من وجهة نظرك؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين الكرام. هو بالطبع كان هناك تشنج واضح يعني في الخطابين، سواء خطاب السيد عبد الملك أو خطاب الرئيس صالح. الموضوع ربما كان الفعالية التي يريد الآن أن ينفذها المؤتمر الشعبي والمتمثلة في ذكرى تأسيسه 35، هي كانت الحدث الذي تسبب في تفجير تراكم هو من بداية هذه الشراكة الحاصلة. كان هناك قضايا ربما هي بدأت لدى المستوى الوسطي لدى الطرفين، مستوى القيادة الوسطي، كان هناك خلافات، شخصيات معينة لم تحاول أن تستجيب لهذا الاتفاق المبرم بينهما المعروف باتفاق المجلس السياسي، وظل كل منهما
يتصرف أشبه بإرادة مستقلة متجاهلا حالة الانتقال بعد توقيع الاتفاق. وهذا المستوى الوسطي هو أثر على المستويات الأدنى إلى سجالات وإلى مهاترات دامت طوال الفترة الأشهر الماضية من الشراكة. نعم. الآن يبدو أن القيادات العليا التي دأبت طوال الفترة الماضية على أن تهون من هذه الحالات التي كانت في المستويات الأدنى يبدو ولم تحاول أن تصنع تجاهها شيء لتدفع كل طرف بمن هو الأعوج في طرفه ليمضي في طريق الشراكة. نعم. الآن يبدو أنهم جذبوا القيادة العليا إلى دائرة السجالات ودائرة المهاترات. هل نحن الآن أمام المسمار الأخير في نعش شراكة الانقلابيين؟ لا أتوقع أنا على الإطلاق أن الأمر هكذا، على اعتبار أن هناك لا زال هناك عدوان هو يمثل تهديد للجميع، سواء للمؤتمر الشعبي العام أو لأنصار الله، وهذا بطبيعته لابد ما يدفع للحسابات أعمق من قضية اختلاف على شيء من المشادات حول السلطات والصلاحيات وما إليه، الذي هو أساسا موضع الخلاف ابتداء. يعني القضية هي متعلقة بعدم الانتقال إلى المؤسسية من جهة، يعني لا زال هناك شيء من التدخل فيما يعرف بالنسبة للجنة الثورية أيضا المشرفين وما إليه، ويظل هناك قضية الطرفين وارطان فيها ولم يحاول أن يعمل تجاهها شيء، وهي قضية أن يعني من أعضائهم من هو متورط في الفساد والمكونات. طيب بعيدا عن نقطة الفساد أستاذ عبد الوهاب، الحوثيون الآن يعني يقولون أنهم ليسوا ضد هذا الحشد بل ضد ما يسمونه أجندة خفية لهذا الحشد. هذه الأجندة الخفية باعتقادك ما هي التي يتحدث عنها الحوثيون ويخافون منها؟ أنا لا أتوقع أن هناك شيء اسمه أجندة خفية. في الأخير يا سيدي حالة الخلاف، وأنا لا أريد أن أسمي بالاسم، لكن حالة الخلاف التي قلت لك كانت من البداية بين شخصيات معينة من المستوى الوسطي للقيادة، هذا الأمر جعل كل طرف يتصرف بالشكل الذي يراه، وبالتالي طالما ليس هناك شفافية وليس هناك إطلاع للآخر أو تشاور معه، لابد أن تذهب المسائل في طريق الظنون وال يعني التشكك من الآخر وما إليه. المشكلة هي مشكلة منشأها وعلاجها هو متعلق حول الانسجام فيما يتعلق بالشراكة. نعم. لكن هناك أستاذ عبد الوهاب كما تعلم هناك مؤسسات مشتركة يعني تجمع الانقلابيين، المجلس السياسي وغيرها من مؤسسات الدولة التي هم شركاء فيها، أليست هي المعنية بالتواصل ويعني لم يعني وجهات نظر التي تبدو مختلفة وهناك خلاف حقيقي ظاهر الآن؟ هو هنا المشكلة يا سيدي، أن هذه المؤسسات التي انبثقت عن الشراكة ليست فاعلة بالقدر المطلوب، بمعنى أنها لا تمتلك صلاحياتها بالكامل لإدارة الشأن العام في البلد، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو إداريا، لا زال هناك صور من صور النفوذ في كلا الاتجاهين تحاول أن تؤثر على هذه المؤسسات التي انبثقت عن الشراكة، وبالتالي ما تراكم على هذه النقطة هو الذي أدى إلى الانفجار الحاصل الآن، وجعل من هذه المناسبة فرصة يعني خروج الأمر إلى العلن بصورة غير مسبوقة. نعم. طيب أستاذ عبد الوهاب تكرم بالبقاء معي، نشرك معنا في الحديث الأستاذ أو الدكتور ناصر محمد ناصر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة. مرحبا بك دكتور ناصر. أهلا مرحبا. أهلا بك دكتور ناصر. في البداية، ما يحدث الآن بين حليفي الانقلاب، هل يمكن القول أنه وصل إلى مرتبة الأزمة أم أنه ربما مجرد لغط وسرعان ما يزول؟ أولا مساء الخير. مساء النور. أولا أعتقد أن هناك يعني نقلة نوعية ونقلة غير مسبوقة في الوضع هنا في صنعاء، ولا أدري ما إذا كانت هناك حكومة عبد ربه تستطيع أن تلتقط الخيط في هذه الظروف وأن تفتح ولو قنوات غير رسمية، ربما يكون هناك حل في متناول اليد. لكن ابتداء أعتقد أن جوهر المشكلة هو متعلق أساسا بالشراكة، الطرفان شكلا مجلس سياسي وشكلا حكومة شراكة،
ولكن ظلت قيادة المؤتمر تشكو باستمرار بأن السلطة الفعلية هي في يد اللجان الثورية وبأن شراكتها هي أصبحت شراكة صورية. ومن هنا أعتقد أن تصعيد هذه الأزمة بهذه الطريقة يعني أحد احتمالين، إما أن قيادة المؤتمر تحاول أن تصعد إلى أقصى حد ممكن بهدف انتزاع أقصى ما يمكن انتزاعه من قيادة الحوثي والعودة بها إلى مؤسسات الشراكة، أو الاحتمال الثاني وهو الأكثر خطورة ولا شيء يدل عليه في الواقع حتى الآن، ربما أن هناك صفقة إقليمية بدأت ملامحها من تسليم الحراسات في مطار عدن وقصر المعاشيق وبعض المفاصل في عدن للقوات السعودية من القوات الإماراتية بهدف عودة حكومة هادي. ولا أدري ما هي الاتصالات بين قيادة المؤتمر وقيادة الإمارات، فإذا صدق هذا الاحتمال وهو مجرد احتمال فمعنى هذا أن هناك عملية قلب للطاولة على الحوثي في الداخل وأن هناك معادلة سياسية جديدة سوف تحل فيه. طيب دكتور، ولكن تابعنا خطاب زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي عندما تحدث بأنه لم يعني يشارك إلا أو المكاسب التي حقها ربما هي 1% وأن 99% ليست بيده، فيما أيضا الرئيس المخلوع يؤكد هذا الكلام. إذن عما يبحث المؤتمر الشعبي العام من تحقيق مكاسب أخرى؟ لا هو ما ردوا، يعني قيادة المؤتمر ردت على هذا الخطاب، يعني هو 1% يكفي أن يكون في كل وزارة مشرف واحد يكون القرار النهائي في يده، وقيادة المؤتمر ردت على مثل هذا الوضع على مستوى الصحافة وعلى أكثر من مستوى، بمعنى أنه ليست القضية 1%، يعني 1% هو الحاسم و 99% لا قيمة لها. إذا كان هناك مشرف في كل وزارة هو من يقرر في نهاية المطاف وهو من يتخذ القرار السيادي فهذا 1% يكفي. وفي الواقع قيادة المؤتمر هي تشكو من هذا من فترة طويلة، وبعض قيادة المؤتمر صرحت صراحة قالت بأنه لولا قيادة المؤتمر لم تمكن الحوثي من الخروج من إطار صعدة، ولكنهم أوصلوا إلى صنعاء بهدف الحصول على شراكة، والشراكة هذه لم تحصل بمعنى أنهم مهمشون، وبالتالي هذه الشكوى هي قديمة إنما صعدت الآن، وأعتقد أن صعودها هنا ربما حسابات إقليمية داخلية واحتمال أن تكون حسابات محلية صرفة. نعم. طيب دكتور، أعود للسيد عبد الوهاب الشرفي. أستاذ عبد الوهاب، عدنا لك من جديد. إذن أمام هذا التصعيد الخطير الآن في صنعاء والتلاسن بين زعيم الميليشيا والرئيس المخلوع، إذا ما وصل هذا الأمر إلى ذروته، لمن ستكون الكلمة في صنعاء؟ هو بالطبع الآن ممكن أن نصف نحن الخطابين بالنسبة للسيد عبد الملك أو بالنسبة للرئيس السابق صالح بأنهما حادتان ومتشنجتان، لكن في الأخير المساق العام الذي تدفعان به الحدث كلا الخطابان هو في اتجاه الوساطة للنظر في هذه المشكلات. خطاب الحوثي هو تكلم بأنه يجب أن يدخل العقلاء والحكماء في القضية، وأيضا خطاب الرئيس صالح بذات الأسلوب هو يتكلم بأنه ليس لديه استعداد أن يذهب أبعد، هو قال حتى إذا كان ليس هناك يعني نوايا للتنازل والتشارك المتكافئ فهو سيترك ويتولهم المسؤولية، بمعنى أن إلى حد اللحظة لم يتم على الإطلاق الدفع من كلا الجانبين بالحدث إلى الانفجار، وبالتالي هي فرصة تخرج المشكلة أساسا إلى الوجود وإلى يعني. لكنها أستاذ عبد الوهاب، لكنها ظهرت جليا الآن واليوم من خلال تقطيع اللافتات التي تحمل صور الرئيس المخلوع. ذكر الدكتور ناصر أيضا نقطة مهمة بأن هناك ربما تواصل بين الرئيس المخلوع ودولة الإمارات العربية المتحدة، وربما هذا هو نقطة يعني دعم للرئيس المخلوع للتحرك داخل العاصمة صنعاء وبدعم. ما رأيك أنت بهذا الطرح؟ أنا في الأخير لا أريد أن أذهب في مجارات يعني تصوير هو مترتب أساسا على مشكلة أنا سبق وطرحتها لك، وهي قضية انعدام الشفافية وانعدام يعني النقاش المشترك في الأحداث المتعلقة بالطرفين وخصوصا العملية السياسية. مسألة ما يترتب على انعدام الشفافية قد تكون صور كثيرة، كل طرف يبدأ يتحدث عن الطرف الآخر بأنه يتصرف في هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه، في الأخير هذه التصرفات
هي مرفوضة على كل حال، لكن قبل أن نثبتها بحق أي طرف يجب أن يكون هناك أدلة قاطعة بأن هذا الأمر يحدث. لكن مسألة التكهنات هي مسألة مترتبة على مشكلة أخرى وليست يعني مسألة متعلقة بإثبات في الأخير هناك مشكلة حقيقية واضحة وظاهرة أستاذ عبد الوهاب. أي نعم نعم، والمشكلة نعم المشكلة أنا قلت لك موجودة لكن ليست بالصورة التي يراد أن تصور. المشكلة متمثلة في قضية عدم ذوبان المكونين في السلطة أو في المؤسسات التي انبثقت عن المجلس. هل انتهت المصالح المشتركة بينهم سيد عبد الوهاب؟ هل انتهت المصالح المشتركة بين الطرفين؟ إلى حد الآن يصعب القول هذا الكلام. في الأخير هو لم يجتمع على مصلحة أخرى يعني أكثر من قضية مواجهة الحرب العدوانية التي تشن على البلد. نعم. لكن كل طرف له اختلالات أساسا سابقة أثناء أدائها، المؤتمر الشعبي العام أو أنصار الله، هناك تصرفات خارجة عن النظام والقانون تبدر من بعض المنتسبين لهذين المكونين. هذه مشكلة يجب أن يتعامل معها، وإلا هي نفسها أيضا ستسهم في قضية طيب. تصادم الطرفين. لكن نعم. أساس المشكلة أو المصلحة من هذا الرئيسية التي أدت إلى انبثاق هذا الاتفاق هي قضية مواجهة الحرب العدوانية التي تشن طيب. على البلد وهي نعم. لم تنتهي إلى الآن. نعم دكتور ناصر محمد، ظهور الرئيس المخلوع اليوم مهددا بأنه ليس بوسع أحد افتعال أزمة في صنعاء والنجاة بفعلته، باعتقادك إلى ما يشير وهل ما يزال صالح فعلا يمتلك القوة في صنعاء؟ لا أعتقد هي قرارة علي عبد الله صالح هي قرارة مدروسة، ونحن نعرف هذا على مدى 40 سنة عاصرناه فيها، وأعتقد بأنه لا يمكن أن يتخلى عن ورقة الحوثي ما لم يكن قد حصل على مقابل لهذه الورقة. وأعتقد إذا استبعدنا فرضية التنسيق الإقليمي بإيجاد مثلا حل أو مخرج لعلي عبد الله صالح على حساب الحوثي، إذا استبعدنا هذه الفرضية فأعتقد أن علي عبد الله صالح لن يذهب بعيدا في التصعيد، وأنه سوف يصعد إلى حد معين بهدف إعادة الشريك إلى مؤسسات الشراكة، ويمكن أن تحل المشكلة عند نعم. هذا دكتور المستوى. ناصر نقطة مهمة فقط، لن يذهب للتصعيد الرئيس المخلوع من مصدر قوة أم ضعف؟ لا، بمعنى أنه لا يوجد مقابل، يعني إذا لا يوجد مقابل أو بديل للحركة الحوثية، إذا لم توجد قوة يستند إليها تمام سواء كانت داخلية أو خارجية ولا يوجد داخلية هنا، فإنه لن يتخلى عن ورقة الحوثية. هذه مسألة منطقية، وسوف يكون في هذه الحالة هدف التصعيد هو الحصول على قدر أكبر ممكن من التنازلات من قبل الحوثي بهدف العودة إلى مؤسسات الشراكة وليس أكثر من ذلك. نعم، كيف ستؤثر هذه الأزمة مستقبلا بين الحليفين؟ هو لا شك يعني هو أساسا الثقة بين الطرفين ليست موجودة منذ البداية تمام، هي قاعدة المصالح هي مواجهة سلطة عبد الرب منصور هادي والتحالف وإلى آخره، لكن لا يوجد يعني تكامل ولا بين الطرفين. وإذا لم تنفجر هذه الأزمة اليوم واستمر الوضع على ما هو عليه فلا شك أنها سوف تنفجر في المستقبل. علي عبد الله صالح هو يدرك من البداية بأنه لا أمل له في العودة إلى السلطة، لم يحدث في تاريخ اليمن أن رئيس خرج من السلطة ثم عاد إليها. المسألة بالنسبة له كانت عملية ثأرية من خصوم السياسيين، ولكن هذه العملية الثأرية طالت اليمنيين بكافة فئاتهم وشرائحهم، وأعتقد هنا بأن الشراكة هي موبوءة من الداخل أو ملغومة من الداخل، وإذا لم تنفجر اليوم سوف تنفجر في أي وقت في المستقبل. نعم طيب دكتور ناصر، أعود لي الأستاذ عبد الوهاب الشريفي. أستاذ عبد الوهاب، أنت تحدثت بأن هناك ربما أزمة ثقة بين طرفي الانقلاب، إذا كانت هذه الأزمة فعلا موجودة كيف تقرأ أيضا التحشيد من قبل الميليشيا على مشارف العاصمة صنعاء، وأيضا منع دخول قيادات تتبع الرئيس المخلوع من صنعاء؟ وبالطبع التحشيد يعني ضمن موعد سابق كان سيحتشد فيه المؤتمر ويعلن أنصار الله تحشيدا في ذات التاريخ، هي خطوة لم تكن موفقة على الإطلاق من قبل الأنصار. لكن حتى لو سلمنا بالهواجس التي قلنا أنها مترتبة على عدم الشفافية، فليقوم أطراف أنصار الله باحتياطات معينة
لا تكون ظاهرة بأنها موجهة ضد الطرف الآخر باعتباره يمارس حقا من حقوقه، رضينا عن توقيته أم لم نرضى، لكن في الأخير هو يقوم بعمل هو من حقه وهو ذكرى تأسيس حزبه. وبالتالي هذه القضية هي أخطر ما في المسألة الآن، وهي قضية انتقال المسائل إلى التحشيد كل طرف الآخر، لأنه إلى حد الآن نحن شهدنا طوال الفترة الماضية تحشيدات كلها بالكامل كانت مشتركة وموجهة باتجاه واحد. هذه المرة هي الخروج الأول السافر على قضية التحشيد المشترك إلى تحشيد. طيب هذا التحشيد أستاذ عبد الوهاب، نعم هذا التحشيد الآن إلى صنعاء، وأيضا بالتزامن مع نشر ميليشيا الحوثي الآن لنقاط أمنية ودوريات عسكرية بجميع أحياء العاصمة، إلى ما يشير هل هناك ربما انفجار قريب في العاصمة صنعاء؟ ولماذا لا يتم عمل حساب المدنيين المتواجدين في صنعاء من قبل الطرفين؟ أنا لا أتوقع أن المسألة ستذهب في اتجاه انفجار أساسا. المسألة أن هذه القيادات الوسطية شنجت المسألة، والقيادات العليا بدلا من أن تعمل على رجعها وإعادتها إلى المسار السليم في الشراكة يبدو أنها أخطأت وتجاوبت، بمعنى أن الوسطية الآن جذبت هؤلاء القيادات العليا، وهذا الأمر بطبيعته لابد أن يحدث توتر على هذا المستوى وأعلى. لكن مسألة الانفجار هي مسألة عواملها أخرى غير قضية التحشيد وغير قضية الاحتياطات الأمنية. نحن في إطار مسألة يمكن وصفها باحتياطات أمنية وليست تأهبا لمواجهة أو فتحا يعني مواجهة عسكرية وهذا الاتجاه يعني. طيب أستاذ عبد الوهاب، سؤال أخير فقط، الآن إذا هذا التحشيد وهذا البوادر الآن للخلاف الحقيقي الحاصل بين زعيمي الانقلاب بين الميليشيا والرئيس المخلوع، هل تعتقد بأن هناك ربما بوادر لحل سياسي وأن الميليشيا والانقلابيين باتوا في موقف ضعيف وكل منهم الآن في الفصل الأخير يحاول أن يستعرض بما يملك ليقول للعالم أنا الأقوى ويجب التفاوض معي أنا؟ يا سيدي، الأزمة اليمنية ليست بالتعقيد الذي يجعلنا ننتظر الحل إلى اليوم عامين ونصف. في الأخير الحل السياسي هو مؤجل عمدا، بمعنى أن طرف التحالف السعودي وهو الذي يعمل على إجهاض كل فرص الحل اليمني، بينما لو وجدت الإرادة أساسا لدى التحالف السعودي لحل وترك الأطراف اليمنية تتلاقى على حل كان يمكن حل المسألة بسهولة. في الأخير هي مسألة توافق على إدارة المؤسسات. لديك خير شاهد على هذه القضية وهو مقترح ولد الشيخ، مقترح ولد الشيخ قبل به كل الأطراف، كان هناك طرف هادي هو المتمنع، لماذا لم يصر ولد الشيخ على أن تمضي رؤيته وأن يوجه ضغطه باتجاه طرف هادي؟ وبالتالي هناك تعمد أساسا لعدم وصول اليمنيين لحل سياسي، ولا أعتقد أنا أن العوامل لكن من أستاذ عبد الوهاب، لكن من رفض هو الرئيس المخلوع والميليشيا الحوثي وليس الحكومة الشرعية والرئيس. لا يا سيدي، هناك الكلام هذا هو كلام رسمي الآن وجهت فيه مذكرات، الطرف المؤتمر قبل به كأساس للتفاوض، أطراف أنصار الله قبلوا به في مسقط أثناء وجود كيري بنفس الأسلوب. من هو متمنع؟ هو طرف هذه. هذا الكلام وزير الخارجية أعلن قبل يومين في مجلس الأمن. أستاذ عبد الوهاب حتى نختم لأن الوقت انتهى، أستاذ عبد الوهاب حتى الوقت انتهى، رئيس وزير الخارجية أعلنها صراحة في مجلس الأمن بأنهم ممتثلون للحل الأزمة اليمنية وفقا لما جاء به ولد الشيخ. أختم معك بكلمة أخيرة في موضوعنا، لمن الكلمة الأخيرة الآن في صنعاء باعتقادك، للرئيس المخلوع أم لميليشيا الحوثي؟ كلمة فقط أريدها منك. إلى حد الآن لم تصل المسائل إلى لمن الكلمة الأخيرة. إلى حد الآن هناك مشكلة ظهرت على الطاولة ما لم يتم التعامل معها بجدية لحلها، فحينها قد تنزلق المسائل في اتجاه. لم تجبني سعد عبد الوهاب، شكرا لك، الوقت انتهى سعد عبد الوهاب، انتهى الوقت ويعني يبدو أنك تهربت من الإجابة. شكرا جزيلا لك سعد عبد الوهاب الشريفي المحلل السياسي من صنعاء. عودة أخيرة للدكتور ناصر محمد من الحديدة. دكتور ناصر، أنت أيضا من وجهة نظرك بكلمة أخيرة، لمن ستكون الكلمة في صنعاء، للرئيس المخلوع أم للحوثيين؟ لا لا لا، أعتقد أن هناك كلمة أخيرة لأي منهما. أعتقد أن هذا يعتمد على الأوراق أو البدائل التي في يد
قيادة المؤتمر، هل ستصعد إلى مرحلة معينة ثم تهدى، أم أن هناك بديل آخر لها عن الحوثي حتى تصعد إلى نقطة الانفجار؟ أما عن البدائل في الواقع لا, لا, لا يوجد، يعني لا أحد يستطيع من الطرفين أن يطرح نفسه بديل على الأزمة اليمنية. الحوثي وصالح يملكان قوات متكافئة تقريبا في الداخل، وأعتقد أن القرارات العقلانية سوف تدفعهما إلى تحاشي الصراع. المشكلة هنا أن الحكومة لا توجد لديها، أو الظرف الإقليمي لا يسمح لديها بالحسم العسكري، وقرارات أو سقف مجلس قرارات مجلس الأمن تعتبر سقف مرتفع، وهي تتمسك به كأساس للتفاوض. هذا نعم. السقف يناسبه الحسم العسكري وليس التفاوض، ومن هنا أعتقد الفجوة بين الطرفين ما زالت بعيدة جدا، والمسألة سوف تبقى مفتوحة ولأجل غير مسمى. دكتور، هذا التصاعد للأزمة بين حليفي الانقلاب كيف سيؤثر على المشهد اليمني بشكل عام؟ نختم بهامك، تفضل. أعتقد هذا يعتمد على النقطة التي يمكن أن يصل إليها التصعيد. هنا قلت من البداية، يعني إذا كان هناك لقيادة المؤتمر بدائل عن عبد الملك الحوثي، بدائل إقليمية، فيمكن أن تصعد إلى نقطة الانفجار. ما لم تكن مثل هذه البدائل موجودة، فأعتقد أن الحل العقلاني بالنسبة له هو أن تصعد إلى درجة معينة بهدف إجبار الطرف الآخر إلى العودة إلى مؤسسات الشراكة، ويمكن أن تقف المسألة عند هذا الحد وتعود الشراكة بين الطرفين إلى ما كانت عليه. أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور ناصر محمد ناصر، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا للمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي من صنعاء. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن.